ايطاليا بقى، ايطاليا البلد الجميله اللي كلنا بنحبها بقت بلد مظلمه. الوفيات كان فيها كتير جدا، الاصابات لا تعد ولا تحصى، لكن دلوقتي بدات تفتح مره تانية تدريجيا على مرحلتين. الناس في ايطاليا بداوا يعودوا مره تانية للشارع، وده بعد 50 يوم من العزل. بعض المحلات والمتاجر بدأت تفتح مرة تانية، بعض شركات السياحة في إيطاليا بدأت تدور مرة تانية، وبتدور كمان على برامج جديدة وحلول جديدة بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية. إزاي بيتم التعايش مع فيروس كورونا في إيطاليا؟ خلونا نعرف تفاصيل أكتر من عادل خطاب، مدير فرع بإحدى شركات السياحة بإيطاليا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ احكي لنا كده، ايطاليا ايه اللي بيحصل فيها في الفتره الحاليه، وازاي بتحاول ان تتجاوز العقبات جراء فيروس كورونا؟ والله يا فندم، من يوم 4 ماتشو مايو طبعا بدات المحلات تفتح تاني، طبعا باجراءات احترازيه، وبدات الحياه تعود طبعا برضو مع الاجراءات الاحترازيه. والمدارس اوريدي يعني اونلاين، يعني في دراسه اوريدي وكل حاجه، بس المدارس اونلاين، مفيش حضور في المدارس نفسها. والحقيقه بدأنا نتعايش مع الفيروس، وان شاء الله من يوم 18 هيبداوا برضو في فتح بعض المساجد والكنائس والمعابد برضو باجراءات احترازيه، بحيث يبقى فرق بين كل شخص والاخر من متر لمتر ونص. طيب طبعا الناس مستوعبة انهم يرجعوا تاني للحياة الطبيعية، يعني مدى استيعاب الشارع الايطالي ايه؟ حضرتك، هو طبعا الشعب الايطالي محب للحياة، وشعب يعني بيحب يتعايش مع الظروف. هو اوريدي يعني في الوقت الحالي هو متعايش اصلا مع الفيروس، وبدأ يتعايشه طبعا، بيخرجوا دلوقتي عادي بقى طبعا مع الاجراءات الاحترازية. يلتزم بالاجراءات، لازم ماسك، وفي المواصلات العامه ما ينفعش يركب ماسك، واعداد محدده تركب بالنسبه للباص. وبالنسبه للجلوس بيبقى مثلا كل 4 كراسي شخص واحد هو اللي يقعد فيه، وبيبقى عليه ملصق ممنوع الجلوس. اجراءات يعني واخدينها بصراحه يعني اغراءات جميله جدا، والشعب بدا يتعايش. وفي شركات السياحه دلوقتي بدأت برضو تبدأ فتح الفنادق طبعا بإجراءات احترازية مع منظمة الصحة العالمية. طبعا بيحاولوا يشغلوا الفنادق هنا على مثلا من 20 لـ25%، بدأوا يشغلوا الفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية. والحكومة الإيطالية بتعطي للشعب الإيطالي مثلا زي بونص اللي يستخدم الاجازه في الصيف السنه دي في ايطاليا. دي زي مثلا لو طب وهم هيروحوا حته ثانيه 100 يورو هم هيروحوا حته ثانيه؟ هيقدروا يروحوا حته ثانيه يعني؟ هو اوريدي يا فندم الحمد لله هنا المطارات الداخليه مفتوحه دلوقتي من يوم 4 مايو يعني المطارات بدات تشتغل، بس رحلات داخليه بس. وطبعا وفي طبعا رحلات خارجيه بتيجي، بس طبعا حاجات مخصوصه يعني للعالقين لاسباب معينه، يعني مش مفتوحه للجميع. طيب هل الجهاز الصحي بقى في ايطاليا اصبح دلوقتي قادر على التعامل مع حالات الاصابه الجديده؟ طبعا يا فندم ده الجهاز يعني هو عامه المنظومه الصحيه في ايطاليا منظومه قويه جدا، وهم بداوا دلوقتي الحمد لله يسيطروا على الفيروس. وكان اول امبارح على ما اعتقد كان في عندنا فريق روسي طبعا من الجيش الروسي، اوريدي خلصوا المهمه بتاعهم وراحوا روسيا. فهم الحمد لله بداوا يسيطروا، يعني عندنا مؤشرات كويسه جدا. عندنا حوالي امبارح اول امبارح كان في 8000 حاله شفاء. فهو الحالات عندنا بدات يعني هم بداوا يسيطروا. هي حياتك الفيروس ده عايز تعايش، واجراءات احترازيه لانه هو اوريدي موجود، فاحنا لازم ناخد احترازاتنا منه وفي نفس الوقت نتعايش معاه، بس طبعا بالاجراءات الاحترازيه، يعني لازم يبقى في اجراءات احترازيه. تمام. طيب هل في تدريجات؟ حضرتك قلت ان في حاجات هتفتح في الفتره القادمه، زي ايه كده؟ حضرتك هو اوريدي دلوقتي احنا طبعا الصيدليات مفتوحه، السوبر ماركات مفتوحه، المطاعم البارات مفتوحه. طبعا المطاعم والبارات مفتوحه، بس طبعا مش زي طبعا انت تقدر تخش وتقعد حياتك وتاخد الكافيه بتاعي، لا ما فيش الكلام دوت. تاخدي تيك اواي الحاجه بتاعتك، او تاخدي مثلا المطعم تاخدي الاكل او تطلبي اوردر دوت متاح، لكن تقعدي في المطعم لا. هو المفروض ان هم عايزين يعملوه من 1/6
يبدا يفتح المطعم للجمهور والبارات والحاله العاديه من اول 1/6. بس هو في دلوقتي شافوا العمليه بدات تتحسن بالنسبه للحالات الانشفاء، فهم عايزين يفتحوها. هو ازاي بقى في تقرير فعلا تحدثت عن جهود ايطاليه طبيه للتعامل مع فيروس كورونا. ازاي يعني ايطاليا قدرت طبيا تتعامل مع فيروس كورونا؟ هل توصلتم لعلاج معين لعلاج الفيروس ولا ايه بالظبط اللي بيحصل؟ هو حضرتك دلوقتي اوريدي في مستشفى، يعني في مستشفى تحليل هنا فيها يعني مجموعه اطباء على اعلى مستوى في روما، سان بالانساني اسمها. دي اوريدي بتحضر، يعني هم شغالين اوريدي على المصل دوت. هم اوريدي جربوه على الحيوانات وعلى الفيران واثبت يعني فعاليته جدا. وحضرتك من خلال اللقاح دوت هم عايزين يجربوه على الانسان، واوريدي يعني يقال اللي هو يعني حصل بعض التجارب بس اوريدي في الجرايد لسه ما خرجتش. بس اللي خرج اللي هم اوريدي شغالين على اللقاح دوت في المستشفى سان بالانساني اللي هي في روما، مستشفى يعني مشهوره جدا بالنسبه للتحاليل وفيها مجموعه علماء جامده جدا يعني بالنسبه للامراض والفيروسات، وهم بيتعاملوا معاها. وان شاء الله يعني يقال اللي هو قريبا جدا يجربوه على الانسان ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عادل خطاب، مدير فرع احدى شركات السياحه في ايطاليا. من الواضح ان كل الدول شغاله على الوصول الى لقاح قريب جدا، ممكن نلاقيها كده بريطانيا توصلت لعلاج او لقاح يعني مره واحده. يعني في ايد عماله تشتغل وعلماء وبحوث على قدم وساق علشان الوصول للقاح، فغمضه عين من الممكن فعلا أن نحصل على معلومة أكيدة بالحصول على لقاح، لأن واضح جدا أن العلماء على مستوى العالم حتى هنا في مصر يعني في شغل جامد على الحصول على لقاح.